بات فيروس كورونا الشرق الأوسط يلقى اهتماما عالميا بالغا لمعرفة أصل هذا الفيروس وسبب انتشاره. ينتمي هذا الفيروس إلى عائلة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان أيضا، وسميت بكورونا لأنها تشبه شكل الثلج. وقد تم تحديد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الإنسان منتصف ستينات القرن الماضي. أشهر فيروسات كورونا فيروس كورونا السارس الثلجي، وآخر ظهور لهذا الفيروس كان في الصين سنة 2002، ولم يسجل أي حالات جديدة منذ 2004. أما فيروس كورونا المسبب المتلازمة للجهاز التنفسي الشرق أوسطي، فقد ظهرت أول حالة منه في المملكة العربية السعودية عام 2012، وانتشر في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، وهو مرض تنفسي فيروسي جديد على البشر. ويعتقد الأطباء أن الفيروس ينتشر من شخص لآخر عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي للشخص المصاب مثل السعال، ومع ذلك يبقى هناك غموض حول طرق انتشاره. وقد كان القائمون على العناية بمرضى كورونا والذين يقيمون معهم في نفس المكان أكثر من أصيب بالعدوى بسبب الاتصال المباشر مع المصابين بالمرض. أغلب المصابين بالمرض تتطور لديهم أمراض الجهاز التنفسي الحاد، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس. بعض المرضى يعانون أيضا من الإسهال والغثيان والقيء، ويمكن أن يتطور المرض إلى الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، ويتفاقم المرض مع الذين كانوا يعانون من مشاكل صحية قبل الإصابة بالمرض مثل مرضى السكر والسرطان والقلب والكلى. كما أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة يمكن أن يهاجمهم الفيروس ويؤثر عليهم بشدة. بناء على المعلومات المتوفرة لحد الآن، فإن أعراض فيروس كورونا الشرق الأوسط تظهر على الشخص المصاب ما بين 2 إلى 14 يوما بعد إصابته بالمرض. ليس هناك أي لقاح محدد لمرض كورونا الشرق الأوسط، لذلك فإن اتخاذ تدابير الوقاية ضروري، ومن هذه التدابير غسل اليدين جيدا بالماء والصابون ولمدة 20 ثانية، ومساعدة الأطفال على غسل أيديهم بنفس الطريقة. تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم إلقاء المنديل في سلة المهملات. تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة. تجنب الاتصال الشخصي مثل التقبيل أو تقاسم أكواب أو أواني الأكل مع المرضى. تنظيف وتعقيم الأسطح والأشياء التي نلمسها باستمرار مثل مقابض الأبواب. بالنسبة للشخص المصاب يتم عزله عن باقي أفراد الأسرة حتى لا ينتقل إليهم المرض في انتظار نقله للمستشفى. وضع كمامات واقية على الأنف والفم لحماية الآخرين من العدوى. تغطية الأنف والفم بمنديل عند السعال أو العطس ورميه فورا بعد ذلك، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون. عدم مشاركة الآخرين نفس طبق الأكل أو الأغراض الشخصية. ويبقى الباحثون الطبيون أمام تحدي الوصول إلى لقاح يقضي على الفيروس نهائيا وينهي الخوف من فيروس كورونا الشرق الأوسط الذي روع الناس حول العالم. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وشاركه مع أصدقائك.